السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثاني إعدادي. سوف نقدم لكم طيلة السنة بعض الفيديوهات لملخص الدروس المفيد أون إس في تي للسنة الثانية إعدادي. مرحبا بالجميع. إذا في البداية سوف نقدم لكم تبيانة شيما بيلون، تبيانة ديال الحصيلة ديال ثلاث دروس اللي ممكن أننا نلخصها في هذا الفيديو. سوف نتحدث في البداية حول البراهين المتعلقة بتزحزح القارات، نسمع بالفرنسية لي زارغيمون دو لا ديريف دي كونتينو. ثم في الدرس الثاني سوف نتحدث حول مفهوم الصفيحة الصخرية، لا نوسيون دو بلاك ليتوسفيريك، ما معنى هاد الصفيحة الصخرية. وفي المقطع الثالث من هذا الفيديو أيها التلاميذ الأعزاء سوف نتحدث حول الطاقة، لينيرجي، الطاقة الأصل ديال الطاقة، لوريجين دو لينيرجي، أصل ديال الطاقة المسؤولة على تزحزح ديال القارات، لوريجين دو لينيرجي ريسبونسابل دو لا موبيليتي دي بلاك. كما ستلاحظوا هذه هي لا بوزيسيون اكشيال دي كونتينون، ولكن في البداية قبل 250 مليون سنة كانت لا بوزيسيون دي كونتينون أو بليزويك عبارة عن لابونجي كما تشوف، والظاهرة هذه ظاهرة باطنية في جوف الأرض هي المسؤولة على تزحزح القارات. هاد لي كورون دو كونفيكسيون أو من نسميه بلا سيلي دو كونفيكسيون. إذا كاين واحد النوع ديال التدفق ديال الحرارة، فلويد دو شالور دو غلوب تيغس، نسمي هذا كورون دو كونفيكسيون او موتور دو لا موبيليتي دي بلاك. ونقول لكم بان المسؤول الحقيقي على تزحزح القارات وكذلك الحركية ديال الصفائح هو هاد تدفق الطاقة. فوالا هاد الطاقة المسؤولة على الحركة للصفائح هي لي كورون دو كونفيكسيون أو نسميها كذلك لي موتور دو لا موبيليتي دي بلاك. تابعوا الفيديو حتى الأخير لكي تفهموا جيدا ثلاث دروس ملخصة في ملف واحد، ألا هو لا تيوري مع المبرهنة تزحزح القارات أو حركة الصفائح أو تكتونية الصفائح. لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك. إذا في البداية أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثاني إعدادي، نقدم لكم البراهين الدالة على تزحزح القارات، لي زارغيمون دو لا ديريف دي كونتينون، لأن هناك سؤال كي سو لي زارغيمون كي سوتيان لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون. إذا الهدف من هذه الصورة الأولى أنكم تعرفوا على هذه البراهين، إيدونتيفي لي زارغيمون كي سوتيان لا تيوري دو لا ديريف دي كونتينون. إذن أول برهان هو كالتالي، أرجيمون مورفولوجيك، فهمت؟ أون كونستات إن كومبليمونتاريتي جيومتريك. شوفوا لكم هنا، شنو لاحظتوا؟ فوالا. Alors, on constate une complémentarité géométrique des lignes côtières de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Elle est d'elle qu'il y a une carte africaine multiplée par l'Amérique, l'Algérie ou l'Axe. C'est un argument morphologique. Mettre en évidence l'argument morphologique par une manipulation simple. لاحظوا معي هنا، دخلنا القارة الأفريقية وقمنا بإلصاقها مع القارة الأمريكية، لقوا بأن الحبتين ديال القارتين منسجمتين، دليل قاطع بأن كان هناك أرض واحدة. أرجيمون مورفولوجيك كما شفتوا في الصورة. البرهان الثاني هو الأرجيمون بيتروغرافيك. Les mêmes roches anciennes se retrouvent à l'ouest de l'Afrique et au sud-est de l'Amérique du Sud. هذا هو دليل قاطع أن كانت هناك أرض واحدة.
تسمى لابونج كما تبين لكم الصورة، هذاك اللون الأحمر يمثل الصخور القديمة، لي ميم غوش أنسيان سو روتروف على الويست دو لافريك و سودست دو لامريك. الوثيقة الثالثة عندنا لارغيمون باليونتولوجيك، on observe une ressemblance entre les fossiles de l'ère paléozoïque rencontrés en Afrique et en Amérique du Sud. Argument paléontologique. إذن تلاحظوا هنا إذا كاين هناك واحد التشابه أو تقارب بين المستحدثات في هذا العصر تسمى لير باليوزويك موجود في إفريقيا كمثال وأمريكا الجنوبية. إذن هذه ثلاث براهين تدل على أن إفريقيا القارة إفريقيا والقارة الأمريكية الجنوبية الملتصقة. وشكون اللي قدم هاد لي زارغيمون؟ هو العالم الجيولوجي فيغينير. La théorie de la dérive des continents est apparue au début du XXe siècle. Selon la théorie de Wegener, les continents se sont séparés après avoir été un seul bloc. Les continents se sont séparés après avoir été un seul bloc. اكتشفوا بأن هناك توسع ديال المحيطات. إذا في الشطر الثاني من هذه الحصة غادي نتكلمو حول ليكسبونسيون دي فون أنسيانك. تقول دابا الوثيقة مهمة جدا دالة على أن هناك تمدد ديال القاع ديال المحيطات. Donner un point la théorie de la dérive des continents et l'expansion du fond océanique. Au tout seul, ma hétat. Kimma tchouvona, hada tchouvona la topographie diel l'ombre diel ma hét l'atlas. Hadi tchouvona la dorsale continentale, ou tchouvona la ktar ou la kara l'Afrique mjia, ou la kara l'Amérique l'Jenoubi mjia. Ou hada tchouvona ديال المحيط الأطلسي المعروف. المهم هنا عندنا لا ديستانس اون كيلومتر، مثلا من أمريكا الجنوبية حتى لأفريقيا تقريبا 8000 كيلومتر فاصلة بين القارتين. اللي تهمنا أكثر هو الوثيقة الخامسة الدالة على أن هناك تمدد ديال المحيطات كما ستعرف هنا في الوسط. هذا بالخصوص هذا اللي تسمى الدغصال او ما يسمى باللغه العربيه دروه المحيط او في وسط المحيط في قاع ديال وسط المحيط. اذا هنا عندنا لارج دي بازلت اون مليون داري. هذا الخط الاحمر هو العمر ديال مليونين سنه، مليون داري. هذا لارج ليست سنتين او ثلاث سنوات بل مليونين، مليون دولار قدرت توصل حتى 144 مليون دولار، 144 مليون دولار. واو شيء رهيب جدا. المهم هاد الصخرة البركانية من البازلت العمر ديالها تبدا من الدروة المحيط الى حافة افريقيا او حافة امريكا الجنوبية. Les forages réalisés au niveau de l'océan Atlantique montrent que le fond océanique est constitué de basalte. L'âge de ce basalte augmente. L'âge de ce basalte augmente en s'éloignant de la dorsale vers les continents. لو تفهموا اكثر هذا العمر ديال صخره البازلت هنا في قاع ديال المحيط العمر ديالها غير تقريبا مليونين سنه، ولكن عندما نتجه نحو الحافه ديال الساحل ديال افريقيا او امريكا الجنوبيه راه تصل العمر الى 144 مليون سنه. هذا دليل بان هناك حركيه وهناك توسع
المحيط الأطلسي كمثال. لاج دي بازلت دي فون دو لوسيون أتلانتيك. المهم كملخص استمعوا جيدا. Les études réalisées depuis 1950. Il y a des études ont bien soutenu la théorie de la dérive des continus. J'ai dit que c'est le cas de vegan qui sont constitués essentiellement de basalte. Voilà. Alors, ces études ont révélé une typographie que je vais vous montrer. Ces études ont révélé une topographie particulière du fond océanique. Il y a le focal de l'Mohidat, la topographie al-Khasabia, qui sont constituées essentiellement de basalte. Donc, il y a le basalte, il y a le sahara volcanique, roche volcanique, dont l'âge augmente. Comme je viens, c'est de 1000 millions de sénats. حتى 144 سنة مليون 144 مليون سنة إذن عمر مليون. alors roche volcanique dont l'âge augmente de façon symétrique أي بالجانب الأفريقي ثم الجانب الأمريكي الجنوبي symétrique بشكل symétrique lorsqu'on s'éloigne des deux côtés de la dorsale. ces données prouve que le fond de l'océan se forme et s'épand. Se forme. Le fond la dorsale, il y a s'épand de part et d'autre de la dorsale. Ainsi, on assiste à une expansion au fond océanique et un éloignement des deux continents américains et africains l'un de l'autre. La notion de plaque lithosphérique. إذن أيها التلاميذ الأعزاء نلتقي بكم إلى الشطر الثاني من الدرس نوصيون دو بلاك ليتوسفيريك. ونتسأل كومون سون ريبارتي لي بلاك ليتوسفيريك إي كومون ديتيرميني لا فيتاس لوغ دي بلاسمون. إذن في هذا الشطر الثاني من الدرس سوف نتحدث حول الصفيحة الصخرية. ما هي الصفيحة الصخرية؟ نعطيو تعريف. وكذلك توزيع كما تلاحظون في الصور توزيع ديال الصفائح الصخرية وكيفية تحديد السرعة ديال هاد الصفائح. يمكن هناك تطابق واضح بين الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية. الحدود بين الصفائح هي حزام من البراكين النشيطة وكذلك الزلازل. شوفوا معايا لا بليبار دي زاكتيفيتي فولكانيك اي سيزميك سون لوكاليزي او نيفو دي فرونتيير دي بلاك ليتوسفيريك. او نيفو des frontières. Il y a la حدود الصفائح كل صفيحة بحدود ما صفيحة الأخرى. إذا هناك حزام من الزلازل النشطة وكذلك من براكين. des activités volcaniques et sismiques sont localisées au niveau des frontières des plaques lithosphériques. وكما تلاحظوا في الوثيقة الثانية يمكن هناك تطابق تطابق واضح. La surface du globe terrestre est divisée en plaques lithosphériques dures et relativement stables. Ces plaques mobiles, les unes par rapport aux autres, diffèrent de point de vue surface et nature. Il y a des plaques lithosphériques océaniques et des plaques lithosphériques océaniques continentales. Il y en a une qui s'appelle Mohitia. جانب من الصفائح المحيطية القارة. إذن كيف ما تلاحظوا ركزوا جيدا على ديك بلاك أفريكان وبلاك سود أمريكان. الحدود بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأمريكية الجنوبية هي حزام من حزام من البراكين النشيطة وكذلك الزلازل. alors la plaque La plaque lithosphérique est une portion de la surface du globe terrestre rigide relativement stable, limitée par une ceinture constituée de sismes et de volcans actifs. Les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse déterminée. Il ne s'en va pas de la tienne à la qui fait qu'il y a la surface.
Alors, les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse déterminée. من خلال الساسيليت يمكننا قياس بين قارة، نأخذ مثلا مدينة من قارة ومدينة أخرى من قارة مجاورة ونعبر المسافة دي 3، فهمتوا؟ إذا كان هناك حساب دقيق جدا تقوم به الأقمار الصناعية، واش مهم باش تبين بأن هناك تقارب أو تباعد، تقارب نسميه بالفرنسية كونفيرجنس وتباعد بالفرنسية نسميه ديفيرجنس، ومن خلال هذه الوسيلة الحديثة ألا وهي الأقمار الصناعية. Alors, les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres à une vitesse déterminée. Ainsi, on a pu mettre en évidence des zones de divergence où les plaques s'éloignent les unes des autres et des zones de convergence où les plaques se rapprochent les unes des autres. وهذا القياس أكد أن هناك تقارب وتباعد ولكن بسنتيمتر واحد في السنة. سنتيمتر واحد في السنة. Alors, كما تلاحظ بأن كاين هناك دي ساتيليت، لي ساتيليت جي بي اس سيرتو permettent de déterminer de manière précise. يعني تسمح ب تحديد بواحد الشكل دقيق جدا la position du point sur le globe terrestre. ننتقل بكم أيها التلاميذ الأعزاء إلى الشطر المهم من الدرس هو الغلاس entre le flux thermique de la Terre et la mobilité des plaques. لاحظوا جيدا الوثيقة الرابعة. هناك موديل دو كورون دو كونفيكسيون دو لو مونتو. نسبي لكم الطبس هذيك الحمالة الحرارية داخل الرداء دو لو مونتو. المهم، ما علاقة هذا التدفق الحراري مع حركة الصفائح؟ لي جيولوج اكسبليك لا موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك باغ لا بريزونس دو كورون دو كونفيكسيون. Il s'agit d'un transfert de la matière solide à la vitesse lente dans le manteau. Le moteur de ces courants est la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs. Et donc, qu'est-ce que c'est ça ? Le مسبب الرئيسي ديال حركة الصفائح هما دوك لي كورون دو كونفيكسيون. ولكن المحرك ديال هذيك لي كورون دو كونفيكسيون هو لا شالور هي الحرارة الناتجة عن تفتت ديال العناصر الكيميائية العناصر المشعة داخل الصخور. باش تفهمو بشكل جيد نقدم لكم الملخص. لا تمبيراتور دي روش كي كونستيتي لو غلوب تيريس اوغمونت اون فونكسيون دو لا بروفوندور. اذا مهما تعمقنا في الارض تلاحظوا بان درجة الحرارة ترتفع. هاد لوغمونتاسيون معناها تزايد ديال درجة الحرارة l'augmentation de cette température est due à la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs qui entrent dans la composition des roches. Et la chaleur, le محرك الرئيسي ديال هذيك لو كورون ou les cellules de convection, هي la désintégration des éléments radioactifs qui sont comme ça va les موجودة في الصخور. Le flux de cette chaleur permet un transfert de la matière solide dans le manteau du nouveau plus chaud vers le nouveau le moins chaud en créant des courants de convection. وهاد لي كورون دو كونفيكسيون سي ريسبونسابل سي سون ريسبونسابل دو لا موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك. اذا كخلاصة المسؤول الرئيسي حول تكتونيز المسؤول الرئيسي حول تكتونيز الصفائح وحركة الصفائح هو لي كورون دو كونفيكسيون. المحرك الرئيسي ديال لي كورون دو كونفيكسيون هو لا شالور لا شالور برودويت بار ديزانتيغاسيون دي زيليمون رادياكتيف dans les roches. إذا كتبت بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الثاني إعدادي وغدا في حصة قادمة مثلا في فيديو قادم سوف نتحدث حول الفصل الثاني لفينومين سيسميك لو غولاسيون في تكتوني دي بلاك وهذه فيديوهات مقدمة من طرف قناة جوكوميك تي في لفائدة التلاميذ المستوى الثاني إعدادي ثالث السنة خصوصا اس في تي.